بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الرابع الابتدائي، ازيك يا حبايبي؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض عن القصور يا اولاد. ايه هي قصور؟ الكسر ده بيكون عدد اقل من الواحد، اكبر من الصفر واقل من واحد، بيقع بين صفر وواحد. زي يقول مثلا تلت او ربع او خمس، دي اسمها ايه؟ كلها قصور عادية، كسر عادي. يعني التلت ده كسر عادي، والربع كسر عادي، خمس كسر عادي. لاحظ في الكسر العادي ان البسط بيكون اصغر من المقام. لو كان البسط اكبر من المقام بنحولها لصورة عدد كسري، اللي هي عدد صحيح وكسر. لاحظ كده معايا، 3.5 ده عدد كسري، عدد كسري عايز احوله مثلا لصورة كسر عادي، انا برفع الكسر. طيب التلاتة ونص دي عبارة عن نص زائد تلاتة أو تلاتة زائد نص، يبقى أنت التلاتة ونص دي متفككة لمجموع عددين، عدد صحيح اللي هو تلاتة، تلاتة مقامها واحد عدد صحيح، والنص ده كسري، يبقى تلاتة زائد نص ده عدد كسري، تمام؟ طيب التلاتة ونص دي عشان نحولها من صورة عدد كسري إلى كسر عادي برفع الكسر. برفع الكسر إزاي يا أستاذ؟ بقوم سايب الاتنين زي ما هي في المقام، وأضرب المقام في العدد الصحيح وأزود على البسط، يبقى اتنين في تلاتة وزود عليها واحد، يبقى 6 زائد 1 ب7، يبقى الناتج ب7 على 2. يبقى انت كده رفعت الكسر، يعني حولتها لصورة كسر عادي، صورة بسط ومقام. يبقى لو جالي عدد صحيح وكسر اقدر ان انا احولها بالصورة دي. طيب لو جالي مثلا 5 وربع، تمرين تاني اهو، تابعوا معايا. 5 وربع هنعملها ازاي؟ ها، هنسيب الأربعة زي ما هي في المقام، وأقول له 4 في 5 وزود عليها 1، ال 4 في 5 ب 20، زائد 1 ب 1 و20 على 4، احنا حولناها لصورة كسر عادي. يقول لك حول لصورة كسر عادي، حول من صورة عدد كسري إلى كسر عادي، يعني هترفع الكسر. طيب السؤال اللي بعده، تعالوا نشوف كده يا أولاد تمارين مع بعض، أهي تمارين كتير برضو على الكلام ده عشان نفهم. أول سؤال ركزوا عشان نفصل الخطوات هنا. هنا بيقول لي 9 و3 على 11 يا حبايبي، هسيب ال 11 زي ما هي وهضرب ال 9 في 11 وازود عليها 3. 9 في 11 ب 99، وازود عليها 3 اللي في البسط هيديني 102 على 11. يبقى انت الوقت رفعت الكسر، 9 و3 على 11 بتساوي 102 على 11. طب العدد الثاني 7 و5 اسداس، نفس الفكره يا حبايبي، هنسيب 6 زي ما هي في المقام واضرب السبعة في 6 وزود على 5. انت مش لازم تعمل الخطوة دي، انت ممكن تجيبها على طول بدماغك، لو انت فاهم تحل على طول، ولكن نفصل الخطوات عشان اللي مش فاهم. يبقى انت بتضرب الستة في 7 وتزود عليها 2، 6 في 7 ب 42، وتزود عليهم 5 يبقى 47 على طول على 6. هو عايز الناتج الاخير ده اهو، يبقى انت كده رفعت الكسر خلاص. السؤال اللي بعده، 2 و3 اخماس يا اولاد، بسيب الخمسه زي ما هي واضرب الاثنين في 5 ب 10 وزود عليها 3 يبقى 13، يبقى الناتج طلع 13 على 5. السؤال اللي بعده، 7 و3 ارباع. السؤال يا اولاد بيقول لي حول لصوره كسر عادي، خدوا بالكم، حول لصوره كسر عادي. يبقى احنا هنرفع الكسر، نسيب الاربعه زي ما هي في المقام واضرب الاربعه في 7 وازود عليها 3، الاربعه في 7 ب 28 وازود عليها 3 يديني 31 على ايه؟ على الاربعه. طيب 5.5 يا أستاذ، ها هنحول لصورة كسر عادي، افهموا السؤال واحفظوه. كسر عادي يا أولاد ده عدد كسري، وأنا عايز أروح لكسر عادي، يبقى هرفع الكسر، أضرب الخمسة في 2 وأزود عليها 1 يبقى 11 على 2. دي خطوة الحل، بضرب 2 في 5 وأزود عليها 1 فتبقى 11 على 2. طب 2.9 هنا يا أستاذ، هنسيب التسعة زي ما هي في المقام وأضرب الاتنين في 9 يديني 18 ونزود عليها 1 يبقى 19 على 9. يبقى احنا كده حولنا لصورة ايه؟ كسر عادي. طب لو العكس يا أولاد، لو جاب لي مسألة العكس، يعني بيقول لي حول من صورة كسر عادي إلى عدد كسري، تعالوا نشوف مسألة تانية كده، نوع تاني من المسائل أهو. بيقول لي مثلا 25 على 7، عايز أحولها، أحولها إزاي يا أولاد؟ عن طريق القسمة. يا ولاد هقسم ال 25 على 7، اسيب 7 زي ما هي واقول له ال 7 في كام يديني عدد قريب من ال 25 اللي هو ال 7 في 3، يبقى ال 7 في 3 ب 21 هي الاقرب، واتبقى 4 يبقى احط 4 فوق. تاني يبقى اقول له 7 في كام يعطيني عدد قريب من ال 25 اللي هو ال 7 في 3، لان ال 7 في 3 ب 21، اعد من 21 لحد 25 يبقى 4، يبقى الباقي بيتحط هنا، يبقى اللي فوق ده بيتحط الباقي، وده خارج القسمه زي ما كنا بنعملها قبل كده. الترم الاولاني اقول له 25 على 7، 7 في 3 يديني 21، وكنت بطرح كان بيديني 4، الاربعه دي اسمها الباقي، الباقي ده بيتحط فين؟ في البسط. هنا الباقي يا اولاد، هنا الباقي، وهنا العدد ايه؟ الصحيح. خدوا بالكم العدد الصحيح بره والباقي فوق، ده لو مش عارف تعملها بدماغك تعمل اسمها مطوله. طيب سؤال تاني،
ممكن يجي لي عدد ينفع يتقسم 27 على 9 هيديني 3، ما هو 3 عدد صحيح برضه، مقامه بواحد. طيب ممكن يجي لي مسألة زي دي 67 على 12، ها هنعملها ازاي؟ هنقول له ال 12 في كام؟ يدينا عدد قريب من 67. طبعا كلنا شاطرين وعارفين ان السبعة ال 12 في 5 هيديني 60، هي القريبة لل 67، يبقى هنا الباقي 7. فاهمين؟ طب لو مش عارفها يا استاذ بعمل جدول ضرب 5، اقعد اضرب كده اجرب الخمسة في كام يدينا عدد قريب لل67، 5 في 5 ب25، 5 في 6 ب30، 5 في 7 ب35، 5 في 8 ب40، 5 في 9 ب45، 5 في 10 ب50، 5 في 11 ب55، 5 في 12 ب60. هي قريبة، 5 في 12 بايه؟ ب60. تمام، 5 في 13 بايه؟ ب65. صح، يبقى الخمسة في كام؟ تعالى نعملها كده مع بعض تاني. 67 اهي على 12، عشان اللي مش فاهم يبقى 12 هتتضرب في كام؟ قريبة 12 في 65، واتبقى كام؟ بقى 7. طب لاحظ معايا كده، لو قلت 13 في 5، 3 في 5 ب 15، 1 في 5 ب 5، 1 6، يبقى 13 في 5 هتبقى ايه؟ قريبة، بس هو جايب لي هنا ايه؟ 12، فما ينفعش اخد مين؟ 13. انت اخرك مين؟ انت بتشوف 12 في كام يديك عدد قريب، الخمسة في 12 بايه؟ ب60، هي القريب. فاهمين يا ولاد؟ هيبقى 12 في 5 ب60، لكن ما تقولش 13 بقى، ما تلخبطش نفسك. يبقى انت دلوقتي المقسوم عليه هنا مين؟ هنا ال 12، فما تاخدش 13 وتلخبط نفسك. انت بتشوف 12 في كام قريبه؟ طب عشان ما نتلخبطش يا استاذ انا مش مطول، 67 على 12 هنقسم، نقول له 6 على 12 ما ينفعش، 67 على 12 في 5، ان ال 5 في 12 بايه؟ ب60. لو خدنا 6 في 12 هتبقى الكبيرة اللي تبقى 2 وايه؟ 72، ما تنفعش. يبقى هنا يتبقى 7، يبقى الباقي يتحط فين؟ هيتحط فوق في البسط. فهمنا يا ولاد؟ يبقى 67 على 12 بتساوي 5، و7 على ايه؟ على 12. لكن محدش ياخد 13، لان احنا بناخد في جدول 12 مش جدول 5، محدش يسرح ويقوم كاتب 13 هنا، لا ركزوا، انت بتقسم 67 على 12 فيها ال 5 ويتبقى 7. طيب سؤال تاني، يقول لي 35 على 9. اهو هنحوله ازاي؟ هنقسم يا ولاد ال 35 دي على التسعة، ها من جدول الضرب يا استاذ، 3 في 9 ب 27 هي القريبة لل 35، يبقى 3 في 9 ب 27، وعد من 27 ل 35 يديني 8. فهمتم؟ طيب 27 على الاثنين، ممكن نعملها قسمة مطولة او بدماغنا جدول ضرب 2، يعني مين اللي في 27 مين اللي في 2، يبقى عدد قريب لل 27. الاتنين في 13 ب 26 هي القريبة لل 27، يبقى احط هنا 13 والباقي اكتبه واحد فين؟ في البسط فوق. يبقى تاني كده نقول المسائل، 25 على 7 هتساوي 3 و4 اسباع. وخد بالك انت بتحول لصورة عدد صحيح وكسر، ماشي، بتحول الى عدد كسري. يقول لي في التمرين حول الى صورة عدد كسري، يبقى الباقي بتكتبه في البسط والعدد الصحيح اللي نفع يتقسم. يعني 25 على 7 فيها كام؟ القريب ايه اللي اتضرب في 7 يبقى قريب ل 25 اللي هو 3، 3 في 7 ب 21 بقى 4، تكتبها في البسط. 27 على 9 فيها 3، دي عملية قسمة برضه يا ولاد، اللي هي 27 على 9. و67 على 12 قلنا ال 12 في 5 ب 60 هي القريبة، وتبقى ايه؟ 7. طب 35 على 9، 9 في 3 ب 27 وتبقى 8. طيب السؤال اللي بعده، 27 على 2 اللي هي 13 ونص، يعني اقول له فيها 13 وتبقى واحد فوق. طيب 25 على 7، تعالوا نشوف كده السؤال اللي بعده، 45 مثلا على 7، ها اشوف 7 في كام يا ولاد؟ 7 في 6 ب 42، هي القريبه ل 45. يبقى اجي اشوف جدول 7 مين اللي اتضرب في 7 يبقى قريب لل 45. 7 في 6 ب 42 وتبقى 3 يا استاذ، بعد ال 42 43 44 45، يبقى كام؟ هيبقى 3، يبقى 3 فوق. طيب يا استاذ عايزين تمارين تانية، يقول لي مثلا 47 على 6، اعكسها لك، 6 في 6 ب 36، 6 في 7 ب 42، 6 في 8 ب 48 كبيرة، ارجع تاني ورا، يبقى 6 في 7 بايه؟ ب 42، وعد من 42 لحد ما اوصل لل 47، بعد 42 43 44 45 46 47، بقى 5، وكاتبين هنا ايه؟ 5 فوق. طيب مثلا 34 على 9، 9 في كام؟ قريبة ل 34. 3 في 9 ب 27، ال 4 في 9 ب 36 كبيرة، ما تنفعش، أقوم راجع لل 3 في 9، 3 في 9 ب 27، وعد من 27 لحد 34، بعد 27 28، عد أصابعك كده، 28 29، ها معايا يا ولاد؟ 29 30 31
32 33 34 بقى 7. فنقوم جايبين هنا 7. سؤال تاني يا حبايبي اهو، يقول لي مثلا 9 و5 عايزين نحولها لصورة كسر عادي، عشان بقى اشوفك فاهم ولا لا. ده عدد كسري اهو، عايز احول كسر عادي على طول. بقوم عامل ايه يا استاذ؟ بقوم سايب الخمسة زي ما هي تحت، اقول له 5 في 9 ب 45، وزود عليها 1 تبقى كام؟ 46. طيب 3 و3/4 يا استاذ، انا عايز احولها لصورة كسر عادي برضه، بسيب الاربعة زي ما هي، واقول له 3 في 4 ب 12، و3 كام؟ 15. يبقى احنا كده ايه، حولنا المسألة، فهمناها؟ طيب نشوف تمرين تاني كده يا حبايبي، كل المسائل مفهومة. طيب نشوف كده في تمارين تانية يا ولاد، اللي هي الاختصار، أو يقول لي أكمل بكتابة العدد الناقص. يعني مثلا يقول لي هنا 1 على 2 بتساوي نقط على 8، يعني إيه الرقم اللي اتضرب في 2 يديني 8؟ اللي هو 4، يبقى 1 في 4 ب 4. طب 12 على 16 بتساوي 3 على 4، لو قسمت بسط المقام على 4، 12 على 4 فـ3 و16 على 4 فـ4. طب هنا 7 بتساوي ايه؟ 14 على 2 وبتساوي 42 على 6. تمام، دي مسائل يا ولاد محلولة جاهزة، احنا حلينها او مجهزها لكم. وخدوا بالكم يعني انا ايه، مثلا نحط مثلا ورقة كده على الاجابة بتاعتنا، ونقول هنا مثلا نقرأ، يقول لي 6 بيساوي كام خمس؟ اقول الستة بتساوي 30 خمس، 6 بيساوي 30 خمس، يعني اضرب 5 في 6 ب 30. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي 15 على 25 بتساوي نقط على 5، الخمسة بقت 25، يعني الخمسة دي اتقسمت على 5، يبقى 15 على 5 فيها كام؟ فيها 3. طيب يا ولاد سؤال تاني، يقول لي 10 و3 أخماس بتساوي نقط على ايه؟ على 5. هنرفع الكسر هنا، شايفين كده؟ هنرفع الكسر، أقول له 5 في 10 ب 50، ونزود عليها 3 يبقى 53 فوق. طيب هنا بيساوي نقط على 15، هنعمل إيه يا ولاد؟ هنقول شايفين الرقم 3 اتضرب في 5 يديني 15، يبقى 53 في 3 ب 159. ماشي، نكتبها لكم عشان تبقوا فاهمين جت إزاي. ماشي يا ولاد، أهو السؤال مثلا يقول لي 10 و3 أخماس، هحلها معاكم هنا، الحل فوق اهوت وتابعوني برضو. 5 في 10 ب 50 و3 3 و50. رجع قال لي بتساوي نقط على 15، ال 159 جت ازاي؟ الخمسة دي اتضربت في 3 اديك 15، يبقى 53 برضه اضربها في 3، 3 في 3 ب 9، و3 في 5 بايه؟ ب 15. طب رجع قال لي بيساوي نقط على 20، ها هتعمل ايه؟ هتشوف الخمسة دي عشان تبقى 20 هتتضرب في 4، يبقى تضرب ال 53 دي في 4، 3 في 4 ب 12، 2 ومعاك الواحد، وهنا ال 4 في 5 ب 20، 1 يبقى 21، طلعت 212 على 20. طيب نشوف كده يا حبايبي مسائل تانية. سؤال تاني اهوت، بيقول لي 15، حل معاكم بقى مسائل، بيقول لي اكمل 15 على 25 بتساوي نقط على 5، يبقى ال 25 دي بقت 5 اتقسم على 5، 15 على 5 فيها كام؟ فيها 3. طيب 16 على 64، لازم تعرف ان 16 في 4 ب 64، يعني 16 على 16 فيها 1 و64 على 16 فيها 4. طب افرض ماناش عارف يا استاذ، يبقى هتبسط 16 على 64 اقسم على 4، طب مانيش عارف ان هي هتقسم على 4 اقسم على 2، يعني تقول له 16 على 64 اقسم على 2. اهم حاجة توجد المسألة في أبسط صورة، يعني العامل المشترك الأعلى بين البسط والمقام بيبقى 1. احنا هنا جبناها في خطوة واحدة، قسمنا على ايه؟ على 16. طب لو ما انتش عارف اقسم على 4، لو مش عارف يتقسم على 4 اقسم على 2، عشان البسط زوجي والمقام زوجي. طب 16 على 4 فيها 4، و64 على 4، 6 على 4 فيها 1، وتفضل 2، بقت 24 على 4 في 6. ارجع تاني اقسم على 4، 4 على 4 في 1، و16 على 4 في 4. طب يا استاذ انا مش عارف الطريقة اللي فوق ولا دي، اقسم على 2، صح؟ ده ابسط الطرق، لان دي عدد زوجية، 16 على 2 في 8، و64 على 2 في 32. ارجع تاني اقسم على 2، 8 على 2 في 4، نص ال 32 16، نقسم تاني على 2، ها 4 على 2 في 2، و16 على 2 في 8،
اقسم ده على 2، 2 على 2 في الواحد، و8 على 2 في الاربعة يديك ربع نفس الناتج اللي احنا طلعناه فوق. تمام، يبقى كل الطرق معاك اهيت في الحل. تمام. طيب سؤال تاني يقول لي اكمال تلت بتساوي نقط على 15 بتساوي 7 على نقط. هنا التلاتة بقت 15 ضرب في 5، يبقى الواحد في 5 بكام؟ ب5. الواحد في 7 ب7، يبقى التلاتة في 7 بكام؟ 21. طيب بيقول لي 5 على 6 يا ولاد بيساوي نقط على 12. ها الستة بقت 12 ضربها في 5، الستة بقت 12 ضرب في 2، يبقى أنا هضرب البسط برضو في 2. يبقى أنا بشوف المقام، الستة دي بقت 12 ضربها في كام؟ في 2. يبقى 5 في 2 بإيه؟ ب10. فاهمين؟ طيب السؤال تاني يقول لي هنا 1 على 10 بتساوي 5 على نقط بتساوي 7 على نقط. الواحد بقى 5، الواحد اتضرب في 5، والخمسة في 10 كام؟ ب50. طب الواحد بقى 7 ضرب في 7، يبقى 7 في 10 كام؟ ب70. تمام. تعال نشوف سؤال اختصار، اختصر لأبسط صورة. اختصر يا ولاد، يقول لي 4 34 على 14. اختصر، اختصر اقسم نص المقام على 2، لان دي اعداد زوجية يا حبايبي. 14 على 2 فيها 7، طب 34 على 2 او 3 على 2 فيها 1 وتبقى 1، فتبقى 14 على 2 فيها ايه؟ فيها 7. طب 17 على 7 يا استاذ، ما ينفعش البسط يبقى اكبر من المقام، لازم البسط يبقى اصغر من المقام. فهنا هنا ايه؟ هنكملها، هنحولها لصورة عدد صحيح وكسري، هي عدد كسري. نقول له 7 في كام قريبة لل 17؟ 7 في 2 ب 14، وعدد 14 15 16 17، يتبقى 3. تابعوني يا ولاد كده بورقة وقلم، ها عشان تبقوا شاطرين كده وفاهمين الدنيا فيها ايه، المسائل فيها ايه. مش احبابي، هنا 74 على 16 هنقسم بسط ومقام على الاتنين، لان ده زوجي وده زوجي، البسط والمقام اعداد زوجية. نقسم على 2، 16 على 2 فيها 8، 7 على 2 فيها 3 وتبقى 1، 14 على 2 فيها ايه؟ 14 على 2 فيها ايه؟ فيها 7. طيب 37 على 8، ها هنحولها عدد كسري. ال 8 في كام قريبة لل 37؟ اقول ال 8 في 4 ب 32، وعد من 32 لحد ال 37 يتبقى 5. يبقى انت بتقسم، فهمتوا؟ يبقى انت بسطت، وصلت ل 37 على 8. ما انتش عارف دي ممكن تعملها قسمه مطوله، تقوم جاي كده قايل هتقسم 37 على ايه؟ على 8، قسمه مطوله. تقول له ال 5 في 8 ب 40 كبيره، تقوم واخد 4 في 8 ب 32، تطرح بقى 5، يبقى الباقي هيتكتب فين؟ فوق، والعدد الصحيح اتكتب بره. طيب سؤال تاني يقول لي 320 يا ولاد على 640. لما تلاقي عدد اوله صفر وصفر، احذف الصفر مع الصفر، ماشي، شيل الصفر كده مع الصفر، تبقى هنا 32 على كام؟ 64. طيب لاحظ، لو انت ركزت هتلاقي البسط نص المقام على طول نص. طب انت مش عارف، هتقعد تبسط بقى، يعني تقعد تقول 32 دي 64، هتقسم على 2، او تشوف ال 32 وال 64 هتلاقيها في جدول ضرب 8. ماشي، كل الطرق قدامك، اهم حاجه تبسط يا حبيبي لابسط صوره. ماشي، 32 على 2 نص، ال 32 16، نص ال 64 32. نرجع نقسم تاني على 2، 16 على 2 فيها 8، و32 على 2 فيها 16، 8 على 2 يا ولاد فيها 4، 16 على 2 فيها 8، ال 4 نص ال 8 يا استاذ. طب ما انت من الاول ممكن تقولها بنص، لان ال 320 نص 640. طب نعرفها ازاي يا ولاد؟ البسط نص المقام، يعني ال 32 دي لو ضربت في 2 هتديك 640. ماشي يا ولاد، وقف الفيديو بقى وانقلها وحلها تاني لوحدك كده، شوف انت فاهمها ولا لا. هنا 16 على 36، ال 16 وال 36 اعداد زوجية، تطبق القسمة على 2، 16 على 2 فيها 8، و 36 على ال 2 فيها 18، ترجع تقسم على ال 2 تاني، 18 على 2 فيها 4، و 8 على 2 فيها 4، و 18 على 2 فيها 9. كده خلصت المسألة 4 على ايه؟ 4 على 9. فاهمين؟ كل المسألة معاكم اهيت.
شوف مسائل تانية يا ولاد. هنا ممكن يقول لي مثلا 5 على 10، من 5 نص ل 10 يبقى النسبة 1 إلى 2. طيب 100 على 500، نشيل 0 مع 0 تبقى 1 على 5، نختصر يعني يا ولاد. طيب 35 على 45 يا أستاذ، هنقسم على 5، 35 و45 تقسم على 5، 35 على 5 فيها 7، و45 على 5 فيها 9. طيب 64 على 128، لاحظ ان البسط نص المقام، لان الاربعة لما تضرب في 2 يديك 8، وستة في 2 ب 12، تبقى نص على طول. بسط نص المقام، تاخد بالك من مسائل البسط نص المقام، زي ما يقول لي مثلا 250 على 500، 250 نص ال 500 تبقى 1 على 2، دي مسائل مباشرة يا ولاد نبقى عارفينها. طيب يقول لي مثلا 9 على 12، نقسم بسط المقام على 3، 9 على 3 فيها 3، و12 على 3 فيها 4. طب 35 مقسومة مثلا على 49، ها من الشاطر يقول 35 و49 في جدول ضرب مين؟ ها جدول ضرب مين يا ولاد؟ 7. كويس جدا، يبقى 35 على 7 فيها 5، و49 على 7 فيها ايه؟ 7. ماشي يا حبايبي، شوف تمارين تانية برضو. ممكن يجي لي يا ولاد يقول لي مثلا 40 على 45، تعالوا نكمل كده تمرين مع بعض. 40 على 45، هنقسم بسط المقام على 5، 40 على 5 فيها 8، و45 على 5 فيها ايه؟ فيها 9. طيب ممكن يقول لي 28 على 70، نقسم بسط المقام على 7، 28 على 7 فيها 4، و70 على 7 فيها ايه؟ فيها 10. طب يا أستاذ ممكن يجي لي ايه تاني؟ تعالوا نشوف كده تمارين تانية يا ولاد. طبعا احنا عارفين من ضمن الملاحظات ان السدس زائد السدس يديني تلت، تحفظوها، سدس وسدس التلت، وعندي ربع زائد ربع بنص، تحفظوا الحاجات دي يا ولاد ماشي. وتم زائد تم بيساوي ربع، وعندي نص زائد نص بيساوي واحد، والواحد فيه 4 أرباع، ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع يديني واحد، الواحد فيه ايه؟ 4 أرباع. خلاص يبقى السدس وسدس يديني تلت، ربع وربع يديني نص، تمن وتمن يديني ربع، نص ونص يديني واحد، ال4 أرباع هيديني واحد، الواحد فيه 5 أخماس و6 أسداس و7 أسباع، الكلام ده كله يا ولاد انتوا ايه؟ طبعا عارفينه. طيب نشوف مسائل تانية كده، يقول لي مثلا سؤال رتب تنازليا، تنازليا يعني يا حلوين من الكبير للصغير. ماشي تعالوا نشوف مثلا كده ايه، يقول رتب تنازلي. احنا خلاص عرفنا الترتيب التنازلي من الكبير للصغير، بس لازم لما نيجي نرتب يا ولاد لازم نوحد ايه المقامات واحنا بنحل، يعني نجيب ميم ميم الف للمقامات. يعني تعالوا كده نشوف، يقول رتب تنازلي، تنازليا من الكبير للصغير. ثلاثة على خمسة، 2 على 3، و7 على 15. عشان نرتبها يا أستاذ لازم نجيب ميم ميم ألف يا حبايبي للمقامات، اللي هو مين؟ أشوف المقامات، أكبر مقام عندي هي 15، وال15 يقبل قسم على 5 ويقبل قسم على 3، يبقى ميم ألف للمقامات 15. يبقى هنحل تحتها هنا أهو على طول، هنخلي كل كسر مقام 15، الخمسة بقت 15 ضرب في 3 يبقى 3 في 3 ب9. والتلاتة بقت 15 ضرب في 5 يبقى 2 في 5 ب10، وال15 ما اتغيرتش يبقى 7 ما تتغيرش. نقوم جايبين بعد كده الترتيب، احنا عايزين تنازليا من الكبير للصغير، اكبر عدد عندي طلع 10 على 15 اللي هو كان 2 على 3، وهنا 9 على 15 اللي هي كانت 3 على 5، وبعديها كانت 7 على 15 كانت اقل حاجة. اهم حاجة يا حبايبي تكتبوا العدد في صورته ايه الأصلية، يبقى الترتيب 2 و3 أخماس و7 على 12. طب احنا عارفين برضه يا ولاد بالنسبة لجمع الكسور، لما الكسور تكون متجانسة بنعمل ايه؟ بنجمع البسط مع البسط ونسيب المقام زي ما هو. يعني احنا عندنا مثلا 5 على 7، عايز اجمع عليها 4 على 7،
المقامات متجانسة، يبقى 5 و4 ايه 9، والتسعة على السبعة ترجع تحولها ما تسيبهاش كده. ليه؟ لأن البسط أكبر من المقام، ما ينفعش 9 دي تتقسم على السبعة، 9 على 7 في الواحد وتبقى 2. يبقى أنت لما تيجي تقسم تعملها كده. طيب لو قال لك مثلا 15 19 على 32 ناقص 15 على 32، ها اطرح، سيب المقام زي ما هو واطرح 15 19 ناقص 15 هيديك 4. 4 على 32 ترجع تقسم بسط المقام على 4، لأن ال 32 وال 4 في جدول ضرب 4 أو مضاعفات 4، أو ال 32 تنفع تقسم على 4، ف 4 على 4 في الواحد، و32 على 4 في إيه يا ولاد؟ في 8. طيب بالنسبة لطرح القصور، يعني قول لي مثلا 3.5 ناقص 2، 3.5 لما نطرح منها 2 هيتبقى 1.5. يبقى أنت جيت تطرح عدد كسري، قلت مين العدد الصحيح؟ مفيش كسري يتشال. انت مثلا معاك 3 جنيه ونص وصرفت 2 جنيه، هيبقى معاك جنيه ونص. طب لو العكس، قول 5 ناقص 3.5، كان معاك 5 جنيه وتطرح منها 3.5، ايه اللي هيحصل يا حبيبي؟ الخمسة دي بتاخد منها واحد. اتعلم الطريقة دي سهلة خالص. الخمسة دي خد منها واحد تبقى 4، والواحد ده حوله حسب المقام. الواحد اللي انت خدته خليه حسب المقام اللي عندك، يعني خليه 2 على 2. يبقى انت هتطرح 3.5 ناقص 4 و2 على 2، 4 و2 و2 اللي هي 5. طب لما نيجي تطرح هتعمل ايه؟ الاتنين تفضل زي ما هي، والاربعة ناقص 3 بـ1 واتنين ناقص 1 بـ1، يعني لو معاك 5 جنيه وصرفت منها 3.5 يبقى معاك جنيه ونص في الآخر. ماشي، نشوف حاجة تانية كده يا حبايبي. يقول لي مثلا 7 ناقص 3 وربع، نعمل ايه؟ السبعة دي هنخليها 6، والواحد اللي احنا خدناه هنخليه زي الـ4، نخليها 4 على 4. يبقى انت يا حبيبي لما تيجي تطرح القصور، خد رقم من العدد الصحيح ده نقص منه 1، والواحد اللي تنقصه خليه حسب المقام هنا، خليه 4 على 4. وبعدين اطرح بقى، سيب الـ4 زي ما هي، 6 ناقص 3 بـ3 و4 ناقص 1 بايه؟ ب3، طلع 3 و3 ارباع. طب لو قال لك 9 ناقص 2.5، يعني 9 دي هنقص منها 1 تبقى 8، والواحد ده هخليه حسب المقام يا استاذ، اخليه 2 على 2. فاهمين يا حبايبي بنعمل ايه؟ يبقى انت بتنقص 1 من الرقم الصحيح اللي عندك ده اهو، يبقى 8، والواحد اللي بتاخده بتشكله حسب المقام. يعني المساله اللي فاتت كانت 4 فخليناها 4 على 4، والمساله ديت كان المقام ب2 خليناها كام على كام؟ خليناها 2 على 2، يعني حسب ما المساله اللي تجيلك بتستفها وبتظبط حسب المقام اللي عندك التاني. ماشي يا حبايبي، يعني المقام هنا كان 2 اهو، يبقى هنخليها 2 على ايه؟ على 2. المقام كان 4 هتخليها 4 على ايه؟ على 4. تعالى اطرح بقى يا حبيبي، سيب 2 زي ما هي، اوعى تقول 2 ناقص 2 بصفر، لا، 2 بتنزل زي ما هي اللي هي اللي تحت في المقام دي، و2 ناقص 1 هيديك 1، و8 ناقص 2 هيديك 6، يعني الناتج 6.5. تمام؟ طيب يلا يا ولاد كمان مثال كتير اهي، 7 ناقص 3 و3 ارباع. السبعة دي يا استاذ اخد منها 1 تبقى كام؟ تبقى 6، والواحد اللي هاخده اخليه ايه؟ 4 على 4. يبقى انت بتنقل الكسر التاني زي ما هو، والاولين ده اهو بتحوله، بتاخد من السبعة 1 تبقى 6، والواحد ده بتشكله حسب المقام، المقام 4 تخليها 4 على 4. اطرح بقى عادي، سيب الـ4 زي ما هي، وقول 4 ناقص 3 بـ1 و6 ناقص 3 بإيه؟ ب3. تمام؟ طيب سؤال تاني، تعالوا نشوف مع بعض مسألة تانية كده يا ولاد. انقلوا كده، وقف الفيديو وانقل. يقول لي مثلا 50 ناقص 7، نعمل ايه يا استاذ في المسألة دي؟ انا كده مش هعرف اطرح، ده كده المسألة مفيش قصور زي بعضها، مفيش مقامات زي بعضها، صح؟ لازم مقام ازين مقام عشان اطرح. طب نعمل ايه يا ولاد؟ هنوحد مقاماتنا عن طريق مين؟ مين الف المقامات؟ الخمسه والسبعه المضاعف المشترك الاصغر ليهم هو 35. لاحظ الخمسه والسبعه اعداد اوليه، والسبعه ما تنفعش تقسم على خمسه، فتقوم ضارب 7 في 5 يديك 35. يبقى انت هتجيب مين؟ مين الف المقامات، هتخليها هنا 35، والسبعه تخليها 35. الخمسه في كام؟ 35. الخمسه في 7 يا استاذ ب 35. ماشي، يبقى الخمسة اتضربت فيها يا أستاذ في 7، أو تعمل زي المقص كده، حرف الإكس كده، إديك ناصح، 5 في 7 بـ35، السبعة تتضرب في 2 تبقى 14، وخمسة في 1 بـ5، ده في حالة لما تبقى المقامات أعداد أولية تعمل الطريقة دي. لكن لو الكبير ينفع تقسم على الصغير، جات لك مسألة تانية مثلا 10 و5، هتخلي الخمسة زي 10،
يبقى انت بتجيب ميم ميم الف للمقامات، ولو كانت المقامات اعداد اوليه هتعمل الرقمين في بعض، تعمل مقص كده، حرف اليو حرف الاكس بالانجليزي، 5 في 7 ب 35، 2 في 7 ب 14، 1 في 5 ب 5، وتطرح بقى، سيب ال 35 زي ما هي، وال 14 ناقص 5 ب 9، يطلع الناتج 9 على 35. طب لو كانت يا ولاد مساله نوع تاني جايب الصوره ديت، يقول لي مثلا 3 على 10 ناقص 2 على 5. طيب هنا نخليها مثلا 23، 23 على 10 ناقص 2 على 5. مثلا المسألة زي دي نعمل ايه؟ لازم نجيب ميم ميم الف للمقامات. المضاعف المشترك الأصغر للمقامات بكام؟ هنا 23 على 10 وهنا 2 على 5. السؤال ده يا ولاد، بص المقامات كده، المقامات 10 و5، ال 10 تنفع تقسم على 5، يبقى الميم ميم الف للمقامات هو 10، يبقى تخلي المقام ب 10. هنا بقى ما تعملش الطريقة اللي فوق، لا هنا بقى تعمل ايه؟ هنا تغير الكسر بتاعك، يعني تقول له 10 بقت 10 زي ما هي، خلاص سيب البص زي ما هو. طيب المقام التاني هنخليه كام؟ هنخليه 10، يعني 23 على 10 ناقص هنا 10، الخمسة عشان تبقى 10 تضرب في 2، يبقى 2 في 2 بكام؟ ب 4. تقوم سايب 10 زي ما هي وتقول له 23 ناقص 4، 23 تطرح منها 4 يبقى كام؟ 13 ناقص 4 9، بنزل 1، يعني 19 على 10. تلاحظ ان البسط اكبر من المقام، لا 19 فيها 10 واحدة ويبقى 9. لازم تحولها لصورة عدد صحيح وكسر، لأن البسط أكبر من إيه؟ من المقام. طيب سؤال تاني يقول لي 5، لو جبت ناتج 5 و7 على 11 زائد 1 و13 على 22. المسألة دي يا ولاد هنحلها ازاي؟ هنوحد المقامات، هنجيب ميم ميم ألف للمقامات، عندي هنا 22 و11، ال 22 تنفع تتقسم على 11، ال 22 هي ميم ميم ألف للمقامات، يعني نخلي المقام الأولاني 22 والمقام التاني 22 زي ما هي. ال 11 بقت 22 ضرب في 2، لأن 2 في 11 ب 22، يبقى 2 في 7 ب 14 أهو، يبقى ال 11 بقت 22 ضربناها في 2 و7 في 2 ب 14. اجمع بقى لأن المقامات متجانسة، يبقى دي 22 أهي يا ولاد، تتكتب زي ما هي. شايفين؟ وهنا الرقم 14 هيتجمع مع مين؟ مع 13. 14 مع 13 تبقى 27، و5 زائد 1 بإيه؟ ب6. لاحظ إن ال 27 أكبر من 22، مش هتنفع. ال 27 فيها 22 واحدة، يعني تتضاف على الستة تبقى 7. والواحد الباقي أو الباقي يا ولاد، يعني 27 لما ناخد منها 22 هتبقى كام؟ هتبقى 5. مهمة جدا الفكرة دي يا ولاد. أنت بعد ما بتجمع لو لقيت البسط أكبر المقام، كنت مثلا 27 على 22 كنت بتقول 27، بص كده كنت بتعمل إيه؟ يعني المفروض يعني لما يجيلك حاجة زي دي أنت بتعملها كده، 27 على 22 بتقول 27 فيها 22 واحدة وبقى 5. طب الكلام ده لو كان إيه؟ مفيش عدد صحيح هنا، طب لو في عدد صحيح بتضيف الواحد عليه. يعني انت كانت عندك 6 و27 على 22، قلت 27 على 22 عباره عن 1 و25 على 22، فالواحد اضيفه على 6 تبقى 7 ويبقى 5 على 22. فهمت الطريقه؟ لازم تخلي البسط يبقى اصغر من المقام، ما ينفعش البسط يبقى اكبر من المقام. شوف تمرين تاني، يقول لي هنا اوجد ناتج 3 و5 ناقص 2 وربع. هنا هنوحد المقامات، اقول له ميم ميم الف للمقامات هو كام؟ هو 20، يبقى هتخلي المقام هنا 20 والمقام هنا 20. ماشي، الخمسة بقت 20 ضربت في 4 يبقى الواحد في 4 بكام؟ 4. الأربعة بقت 20 ضربت في 5 يبقى الواحد في 5 بكام؟ 5. واحد بقى المسألة خلاص كده، 3 ناقص 2 1 و4 ناقص 5 هنا مش هينفع. هنعمل إيه يا أستاذ في المسألة ديت؟ نعمل إيه في المسألة دي؟ إحنا دلوقتي قلنا 4، 4 على 20 وهنا 3، فالأربعة ما ينفعش نطرح منها 5، تعمل إيه بقى في الحالة دي؟ تقوم واحد واحد مستلفه من التلاتة. يعني انت جيت تطرح ما ينفعش، يعني هي التلاتة طبعا دي خلاص مش هتنفع، لان الاربعة ما ينفعش اخد منها 5. اعمل ايه؟ استلف واحد من التلاتة دي تبقى 2،
ماشي. الواحد ده هستلفه كام؟ من التلاتة، بس اللي هستلفه يبقى 20 على 20. ال20 تتضاف على الأربعة دي تبقى 24، يعني 24 ناخد منها 5 يبقى 19. 2 ناقص 2 بصفر، يطلع الناتج 19 على 20. تاني يا ولاد هكتبها تحت اهو عشان اللي مش فاهم. احنا حولنا المسألة طلعت 3، وهنا 4 على 20 ناقص 2 و5 على 20. متستعجلش بقى وتطرح، لأن الأربعة ما ينفعش تاخد منها 5، فأنت تستلف واحد من التلاتة. الواحد اللي هتاخده من التلاتة ده عبارة عن 20 على 20، عشان تعرف تطرح. يبقى أنت تستلف من التلاتة دي إيه؟ 1، التلاتة تبقى 2، والأربعة دي تبقى 24، لأن الواحد ده 20 على 20، لما تضيفه على 4 على 20 يديك 24 على 20. افهم الطريقة دي مهمة جدا. تاني، التلاتة هناخد منها 1 يبقى 2، لأن الأربعة ما ينفعش آخد منها 5، فاستلف واحد من التلاتة تبقى 2، والواحد اللي هاخده يبقى 20 على 20، 20 يتضاف على الأربعة يبقى 24. كده مسألتك بقت سهلة بقى، تقول 24 ناقص 5 يديك كام؟ 19، و2 ناقص 2 بصفر. فهمتوها؟ يبقى أنت لما تيجي تطرح عدد صغير ناقص كبير ممكن تستلف من العدد الصحيح، بس الواحد اللي هتاخده هتقوم واخده حسب المقام اللي عندك، هتخليها 20 على 20. يبقى التلاتة تبقى 2، وتجمع المقام مع البسط تبقى هنا 24، لأن الواحد اللي خدناه كأنه 20 على 20. هبسطها لكم أكتر أهي يا ولاد عشان اللي مش فاهم برضه. هنا 3 وهنا 4 على 20 أهي. التلاتة دي هتبقى 2 ماشي، وهنا 4 على 20 زائد إيه يا ولاد؟ زائد 20 على 20، الواحد اللي إحنا خدناه من التلاتة دي. فالعشرين هتتجمع مع الأربعة تبقى 24 على 20، وهنا 2 تمام؟ يبقى 24 على 20 تقدر تطرح بقى، يعني تقول 2 و24 على 20 تقدر تطرح منها 2 و5 على 20، بتبقى 24 ناقص 5 بكام؟ 19. يبقى الناتج بتاعك 19 على 20. ولكن احنا بنستلف على طول في قلب المسألة عشان ما نتلخبطش. خدنا 1 من 3 بقت 2، وال4 بقت 24 على 20، وطرحنا 24 ناقص 5 بيديني 19. شوف مسألة تانية يا أولاد. يقول هنا 2 وتلت زائد 4 وسبع. هنوحد مقاماتنا، 3 و7 المضاعف المشترك الأصغر ليهم 21، يعني أقول له ميم ميم ألف للمقامات 21. ليه؟ لأن 7 ما تنفعش أقسم على 3، وبعدين 7 و3 دي أعداد أولية، لما يكون أعداد أولية أضربهم في بعض خلاص. يبقى 7 و3 المضاعف ليهم 21، يبقى هتخلي المقام 21 والعدد الصحيح ملوش دعوة بحاجة. مقام 21 والعدد الصحيح ملوش دعوة بحاجة. التلاتة بقت 21 ضربها في 7، يبقى الواحد في 7 ب7. طب 7 بقت 21 ضربت في 3، يبقى الواحد في 3 ب3. اجمع بقى 4 و2 6، و7 زائد 3 ب10. كده انت خلصت مسألتك، بقت 6 و10 على ايه؟ على 21. طيب سؤال تاني، يقول لي 5 و9. السؤال اللي بعده يا ولاد ركزوا يا حبايبي معايا كده، اللي مش فاهم وقف الفيديو واكتب براحتك المسألة وكمل معايا. 5 و9 زائد 2 و3 أخماس. ها نعمل ايه يا استاذ؟ هنا 9 وهنا 5، التسعة تنفع تقسم على 5؟ لا. طب ما 5 عدد اولي، اضرب بقى 5 في 9 ب45، يبقى تخلي المقام هنا 45 والمقام هنا 45. التسعة في 5 ب45، يبقى الواحد في 5 بكام؟ ب5. طب ال5 في 9 ب45، يبقى 3 في 9 بكام؟ 27. شايفين عملنا ايه؟ 45 على 9 × 5، 1 في 5 ب5. 5 بقت 45 ضرب في 9، يبقى 3 في 9 ب27. بعد كده بنجمع بقى القصور، هنسيب ال45 زي ما هي، واقول له 5 زائد 27، 27 و5 يديك 32 و5 زائد 2 ب7. كده خلصت، لان البسط طلع اصغر من المقام، ما ينفعش 32 و45 يتبسطوا. يبقى كانت ايه دي؟ ابسط صوره للمساله. طيب سؤال تاني، يجيب لي 3 اعداد مثلا ويقول لي اوجد ناتج ما ياتي في ابسط صوره. 3 اعداد مع بعضهم يا ولاد. العدد 3 3 و5 أسباع زائد 6 ونص زائد 2 و3 على 4، 2
و3 على 14. السؤال ده يا ولاد اتحل ازاي؟ لاحظ ان المقامات اللي عندي 7 و2 و14، يبقى انت محتاج تجيب ميم ميم الف للمقامات. طب ال7 وال2 وال14 كلهم ينفعوا يتقسموا على 14، يبقى تقدر تقول له ميم ميم الف للمقامات هو 14. ليه؟ لان ال14 تكبر قسمه على ال7 وعلى ال2. ميم ميم الف هو 14، طبعا ميم الف للمقامات يا ولاد، فنخلي المقام الاول 14 ونسيب ال3 ملهاش دعوه بحاجه. خلي 14 وال6 ملهاش دعوه بحاجه. هنا ال7 بقت 14 ضربت في 2، يبقى 2 في 5 ب 10. هنا ال2 بقت 14 ضربت في 7، يبقى 1 في 7 ب 7. هنا ال14 ما اتغيرش، يبقى نزل ال3 ما تتغيرش برضه. كده يا استاذ نقدر نجمع بسهوله لان المقامات كلها زي بعضها. اقول له 10 زائد 7 ب 17، 17 زائد 3 يديني 20، و3 و6 9، 9 و2 11. كده انا خلصت ولا لسه؟ لسه يا استاذ، لان ال 20 وال 14 اعداد زوجيه، وكمان البسط اكبر من المقام، مش هينفع. طب نعمل ايه؟ تعالى نبسطها الاول. يعني ال 20 وال 14 دول تقسم بسط ومقام على كام؟ تقسم بسط ومقام على الاثنين، خليك ناصح كده، اقسم على الاثنين، وال 14 على الاثنين فهي 7، وهنا 20 على الاثنين فهي ايه؟ فهي 10، تبقى 10 على 7، ونزل ال 11 زي ما هي. طب يا استاذ ال 10 على ال7، ال10 اللي فوق تنفع تتقسم على ال7، لان ال10 اكبر من ال7، ال10 فيها 7 واحده ويبقى كام؟ يبقى 1. طيب 10 فيها 7 واحده ويبقى 3، يعني الواحد يعني هيتضاف على ال11 يا استاذ تبقى 12، وال10 لما ناخد منها 7 يبقى 3 اهي. تاني يا اولاد مهمه جدا، يبقى 20 على 14 قسمنا بسط ومقام على 2 بقت 10، و1 14 على 2 فيها 7، ال10 على ال7، 10 فيها 7 واحده وتبقى 3، 10 فيها 7 واحدة، الواحدة تضاف على 11 يبقى 12، ماشي؟ والباقي يبقى 3، بنقول كاتبين 3 هنا إيه؟ في البسط فوق، فاهمين كده؟ يبقى تاني جمعنا وحدنا المقاماتنا كلنا، خليناها كام؟ خليناها 14 زي ما احنا شايفين كده، لأن المقامات كلها تكبر قسمة كلهم، يعني ينفع ال 14 تتقسم عليه، يبقى المضاعف المشترك الأصغر للمقامات هو 14. خلينا ال7 وال2 وال14 كلهم زي بعض. الكسر الاولاني المقام 14 ضرب في 2 يبقى 5 في 2 ب 10، والثاني ال2 بقت 14 ضربنا في 7 بسط المقام، والثالث زي ما هو. وجينا نجمع بقى، نسيب ال 14 زي ما هي، وجمعنا 10 زي 7 زي 3 ادتنا 20 على 14. لاحظنا ال 20 اكبر من 14، ال 20 وال 14 اعداد زوجيه يا اولاد، نقسم بسط المقام على 2 تبقى 10 على 7. لاحظنا ان ال 10 اكبر من ال 7، يعني ال 10 فيها 7 واحده وتبقى 3، الواحد هيتضاف على ال 11 ده يبقى 12، والباقي يتكتب هنا اللي هو 3. شوف تمرين تاني يا ولاد مع بعض، يقول لي 3.5 برضو مسألة زيها حبايبي، فيها جمع 3 أعداد مع بعض، يقول لي 3.5 زائد 55، وكمان ضيف عليها 7.2 على 10. بص يا حبيبي، المقامات اللي عندك شايفها 2 و5 و10، تلاحظ ان ال10 تنفع تقسم عليهم كلهم، فتقدر تقول له ان ميم ميم الف للمقامات هو 10، يبقى تخلي المقام الاول 10، المقام الثاني 10، والمقام اللي بعديه 10 زي ما هو. الخمسه ملهاش دعوه، والثلاثه والسبعه ملهمش دعوه بحاجه، اللي بتغير البسط. يعني ال2 بقت 10 ضربت في 5، يبقى تقول له 1 في 5 ب 5، ال5 في 2 ب 10 يبقى 2 في 2 ب 4، ال10 زي ما هي ما تغيرش يبقى ال2 ما تتغيرش. فهمتوا ليه عملنا 10؟ لأن الاتنين والخمسة والعشرة، العشرة تنفع تقسم عليهم. فنخلي كل كسر مقامه 10، يبقى ميم ميم ألف للمقامات هو 10 أهي. ميم ميم ألف المقامات هو 10، ضروري تكتبها الحتة دي. 5 زائد 4 9، 9 و2 11 أهي يا ولاد. وهنا 3 و5 8، 8 و7 15. لاحظ يا أستاذ ال 11 أكبر من 10، ال 11 فيها كام 10؟ 11 فيها 10 واحدة، 10 واحدة تتضاف على 15 تبقى 16، الواحد ده يعني يتضاف على اللي هنا، والباقي كتب هنا، يبقى ال 11 على 10، 11 فيها 10 واحدة
واتبقى واحد يتكتب فوق، يبقى الواحد اللي هيتضاف هيتضاف على 15 هتبقى 16، والباقي يتحط فوق هنا. شوف تمرين تاني يا ولاد مع بعض، نقلته انقله وقف الفيديو وانقل اللي مخلصش، ضروري تكتبوا بايديكم يا حبايبي. نرجع تاني برضو لمسائل قلناها من شوية يا ولاد. قول لي مثلا 9 ناقص 1 1 على 10، 9 ده هنخليها 8. لما تيجي تطرح عدد صحيح ناقص كسر، خد واحد من الرقم ده والرقم التاني شكله حسب المقام، خليه 10 على 10 ماشي، واطرح بقى 8 ناقص 1 في 7 و10 ناقص 1 في 9 يديك 7 و9 على 10. دي من أسهل المسائل وكلكم حبيتوها وفاهمينها. شوف التمرين التاني يا ولاد مع بعض، يقول لي مثلا أكمل 7 على 4 زائد 3 على 4 زائد نص. هنا عشان اجمع الكسور لازم القامات كلها تبقى متناسقة. لاحظ ان 4 تقبل قسمة على 2، يبقى انا هجمع الكسور، سيب الاربعة زي ما هي، وسبعة وتلاتة 10، يبقى انا جمعت مين؟ اللي في الاول دمجتهم وبعدين انزل النص، يبقى احنا ممكن نستخدم خاصية الدمج. طيب يا استاذ العشرة على الاربعة دي تنفع تتبسط؟ تنفع تتبسط، وينفع النص ده نخليه عدد على الاربعة، لان المضاعف المشترك الاصغر ليهم دلوقتي اللي هو الاربعة، الاتنين في اتنين باربعة، واحد في اتنين باتنين. فيطلع الناتج 12 على 4 اللي هو ايه؟ فيها التلاتة. فهمتم؟ ممكن تجينا مسألة وتنتهي بصورة عدد صحيح. طيب يقول لي اختصر 90 على 35. هنا هنختصرها ازاي؟ هنقسم بس المقام على ايه؟ على 5. 35 على 5 فيها 7، 90 على 5 فيها 18. 5 × 18 ب90 يا ولاد، تعالى مش عارفها يقسم 90 على 5، 9 على 5 فيها 1 وتبقى 4، 40 على 5 فيها 8، تبقى 18 على 7. ال18 فيها كام؟ 7، أو 7 في كام؟ قريبة لل18، أقول 7 في 2 ب14، وأعد من ال14 لل18، بعد ال14 15 16 17 18، يبقى معاك إيه؟ 4، تقوم كاتب إيه؟ 4 كده. طيب يقول لي مثلا 37 على 29، البسط أكبر من المقام، يبقى 29 في 1 ب29، ونعد من 29 لحد ما نوصل لل37 هيتبقى 8. ممكن كاتبين في البسط هنا ايه؟ 8. طب سؤال أكمل، يقول لي 35 على 25 بتساوي نقط على 5. ها ال 25 على 5 فيها 5، و35 على 5 فيها ايه؟ 7. تمام؟ طيب يقول لي مثلا الستة بتساوي نقط خمسة، الستة فيها كام خمس؟ تقول له الستة بيساوي كام خمس؟ بيساوي 30 خمسة، يعني 30 هيتقسم على 5 يديني 6، أو بمعنى آخر تقول له كام في خمس يديني 6؟ هتقول له اللي هي 30، تقوم كاتب هنا 30 فين؟ في المربع بتاعك. فهمتوا؟ طيب سؤال تاني، يقول لي مثلا 4 في كام يديك 100؟ ليه الأربعة في إيه؟ في 25. ليه بنعمل كده يا أولاد؟ عشان في حاجات مهمة لازم تاخدوا بالكم منها. الأربعة في 25 بـ100، والاتنين في 5 بـ10، والتمانية في 125 بـ1000. عشان لما يجيلك سؤال زي ده يقول لك مثلا التمن بتساوي نقط على 1000، ها هتعمل إيه؟ هتبقى عارف إن التمانية في 125 بـ1000، والواحد في 125 بـ125. ضروري تاخد بالك من الملحوظة دي، مهمة جدا. ماشي يا أولاد؟ تاخدوا بالكم من النقطة دي، مهمة جدا.
كذلك يقول لي مثلا التلات أرباع يساوي نقط على 100. ها الأربعة عشان تبقى بمية هنضرب بسط المقام في كام؟ في 25، احنا حفظناها فوق. الأربعة في 25 بمية، والاتنين في خمسة بعشرة، والتمانية في 125 بإيه؟ بألف. يبقى المقام اللي عندي الأربعة بقت 100 ضربها في 25، دي من ضمن الحاجات اللي بتسهل لنا الحل. والتلاتة في 25 ب75، دي برضه من ضمن الأفكار اللي بتجيلنا. طب افرض يا مستر جات لي مسألة مش عارف أعملها، تحتاج قسمة مطولة. يعني مثلا جالك عدد كبير كده يقول لك مثلا 127 على 39 تساوي نقط على نقط وهي نقط، هتعمل ايه؟ هتعمل قسمة مطولة. هتقوم جاي كده قاسم 127 على 39، الرقم اللي اتضرب طبعا واحد صغيرة، ال 12 صغيرة. شوف الرقم اللي هيعمل مين، هنعمل قسمة، هنخبي رقم مع رقم ونقول له 12 على 3 في 4 الأقرب 4، جرب 4 كده، 39 في 4 دي الأقرب، 4 في 9 36، 6 ومعاك 3 3 في 4 ب 12 و3 15 يبقى دي 56 كبيرة، ما ينفعش تطرح. تقوم نقص تاخد 39 في ايه؟ 3، 3 في 9 ب 27، 3 في 3 ب 9 و2 11، تطلع 117 تنفع عليها تطرح صغيرة. تقوم واخد ال 3 فوق كده وتقول له هنا 117 وتطرح. 7 ناقص 7 ب 0 و2 ناقص 1 ب 1، 1 ناقص 1 ب 0، ده الباقي. يبقى يا اولاد بنلجأ للاسم المطول لو مش عارفين العدد اللي اتضرب، فاعمل اسم مطول تكتب المقسوم عليه هنا زي ما هو، والباقي يتكتب فوق والعدد اللي اتضرب يتكتب بره اللي هو 3، فتبقى 3 و10 على 39. دي مساله مهمه جدا متعلقه بالاسم لو جات لك حاجه مش فاهمها. سؤال تاني برضه يا اولاد عشان كتير بيبقى في المسائل دي بيتلخبط، يقول لي مثلا 165 على 64، هنعمل اسم مطول يا استاذ كده 165 على 64، واحد صغيرة 16 صغيرة 165 كبيرة، نخبي رقم مع رقم ونقسم، نخبي الخمسة مع الأربعة بقى 16 على الستة، 16 على الستة هي الأقرب مين يا أستاذ؟ لما تخبي رقم مع رقم هنقول 2 في 6 ب 12، لأن 3 في 6 ب 18 كبيرة، يبقى ناخد مين؟ ناخد 64 ده في 2، 2 في 4 ب 8 و2 في 6 ب 12، 128 تنفع تتطرح، ناخد 2 وهنا 128. نطرح 5 ناقص 8 ما ينفعش، تبقى هنا 15 ودي 5، 15 ناقص 8 ب 7 و5 ناقص 2 ب 3، يبقى الاثنين نفع تتكتب بره، وال 64 مالهاش دعوه بحاجه تتكتب المقام زي ما هو، الباقي بيتكتب فوق. يبقى هنا دايما ايه؟ الباقي ده باقي وده خارج القسمه. سؤال تاني يا ولاد، يقول العدد 234 على 127 سوى نقطة على نقطة، هنعمل ايه؟ هنعمل قسمة، هنعمل قسمين ال 234 على 27 قسمة مطولة، ماشي؟ 234 على 27، الاتنين صغيرة لو حاطين صفر، 23 صغيرة ناخد 234، خبي رقم مع رقم، بقت 23 على 2 الأقرب 9، 27 في 9، 7 في 9 63، 3 ومعاك الستة، 2 في 9 18 و6 24، 243 كبيرة، يبقى 27 في 8، 7 في 8 ب 56، ال 2 في 8 ب 16، 16 و5 21، يبقى 216 تنفع، يبقى ناخد هنا ال 8 وهنا ال 200 وإيه؟ 16، نطرح دي بقى 14 ال 2، 14 ناقص 6 8 و2 ناقص 1 ب 1، يبقى الباقي 18. يبقى الباقي اتحط فين يا استاذ؟ هنحطه فوق، نقوم كاتبين هنا 18، شايفينها؟ اللي هو الباقي، والعدد اللي هو خارج القسمة 8، وهنا كانت كام؟ كان مقسوم عليه اللي هو 27. يقول لي مثلا أوجد ناتج 3 وربع ناقص 2 وخمس، 3 وربع يا ولاد ناقص 2 وخمس، هنعمل إيه؟ هنوحد المقامات، هنخلي المقام 20. الأربعة بقت 20 اتضربت في 5، يبقى الواحد في 5 ب 5، ليه خدنا 20؟ لأن الأربعة والخمسة المضاعف المشترك الأصغر لهم 20. طيب الخمسة بقت 20 ضرب في 4، يبقى 1 في 4 ب 4، اطرح بقى سيب ال 20 زي ما هي، و5 ناقص 4 ب 1 و3 ناقص 2 ب 1، يطلع ب 1 و1 على 20.
تاني برضو يا ولاد، أربعة وخمس زائد تلاتة وسدس، الخمسة والستة المضاعف المشترك للأصغر لهم 30. ليه يا ولاد جت 30 ازاي؟ ضربنا الخمسة في ستة لأن الخمسة عدد أولي والستة ما ينفعش تقسم على خمسة، فاضرب خمسة في ستة ب30. طب الخمسة بقت 30 ضرب في ستة يبقى الواحد في ستة بست، الستة بقت 30 ضرب في خمسة يبقى الواحد في خمسة بخمسة. اجمع بقى 6 زائد 5 ب11 وسيب ال 30 زي ما هي تحت، وال 4 زائد 3 بكام؟ ب7. ماشي يا حبايبي، سؤال تاني. وال 9 وربع ناقص 3 ونص. ها؟ وحد مقاماتك، ال 4 وال 2 مضاعف المشترك الأصغر ليهم 4 لأن ال 4 تطبق قسمة على 2. فاهم؟ ال 4 تطبق قسمة على 2، ما تضربش بقى تقول 4 في 2 ب8، لا، تضرب لو كان أعداد أولية. وبعدين ال 4 تطبق قسمة على 2 خلاص. تنفع. ماشي يا حبيبي؟ يبقى أنت هتخلي دي 4 ودي واحد زي ما هي، ما حصلهاش حاجه لان اربعه ما اتغيرتش. الاثنين بقت اربعه ضرب في اثنين يبقى اثنين في واحد باثنين. صح؟ اطرح بقى. ينفع الواحد يا استاذ ناخد منه اثنين؟ مش هينفع. هنعمل ايه؟ هنستلف زي المساله اللي خدناها الوقت استلام، فاكرينها؟ بنستلف من اللي جنبها، التسعه دي تبقى كام؟ تبقى 8، والواحد اللي هنستلفه كانه 4 على 4. اللي هو 4 على ايه؟ على 4، فاهمين؟ يبقى الواحد اللي انا بستلفه كانه 4 على ايه؟ على 4، فيبقى 5 على 4، اللي ما تجمع ربع زائد 4 تربع يبقى 5 تربع. فهمت الطريقة؟ يبقى تاني الواحد ده اهو مش هينفع اخد منه اتنين، استلف من مين؟ من التسعة، فالتسعة تبقى 8 والواحد اللي هاخده 4 على 4، وزود 4 و1 5 فهتبقى 5 على 4 وهنا 8 ناقص 3 و2 على 4. ايوه، لو فهمت الحتة دي يبقى انت ممتاز. دي اصعب حتة في الدرس، الحتة دي اصعب جزئين. يبقى لما يقول 1 ناقص 2 ما توقفش بقى، ما ينفعش واحد تقول ان 1 ناقص 2 بواحد. خدوا بالكم يا اولاد، ما حدش يقول لي 1 ناقص 2 بواحد، غلط. ازاي الواحد ما ينفعش ناخد منه اتنين؟ فاضطر تستلف من التسعة تبقى 8، والواحد اللي خدته ما تحطوش بقى على الواحد ده تقول 2، لا، الواحد اللي بتاخده بتزوده حسب المقام. يعني الواحد ده كأنه 4 تربع، الواحد اللي بتاخده كأنه ايه؟ 4 تربع، لأن أنت بتجمع قصور، ما تقولش 1 زائد ربع يبقى 2 على 4، لا، 1 زائد ربع اللي هي 4 تربع زائد ربع 5 تربع. تاني يا أولاد، الواحد اللي باخده ده ما ينفعش أقول 1 زائد ربع ب2 على 4، لأن ما أقول 1 زائد ربع أنا بجمع الواحد مع الربع، الواحد ده 4 تربع. عشان اجمع القصور بقول له 1 ده 4 تربع زائد ربع يديك 5 تربع. فهمتوا يا ولاد الحته دي؟ تذاكروها وتوقف الفيديو وتحل عليها تمارين كتير. فهمتوا؟ عشان لو قابلتكم ولقيت رقم صغير ما توقفش في المساله تبقى صعبه. لا، انت بتستلف من 9 تبقى 8، والواحد اللي بتاخده ده اهو تقوم ايه؟ قايل المقام مع البسط. يعني انت بطريقه سهله عشان في كتير بيتلخبط، لما تلاقيها ما تنفعش نقص من دي 1 واجمع اللي تحت مع اللي فوق، المقام مع البسط. تقوم جامع 4 و1 5، يبقى تاخد من دي 1 تنقص ودي تزيد على اللي فوقها. حاولوا بقى تفهموها بأي طريقة، المهم ما تغلطوش. ماشي؟ يبقى الواحد اللي خدناه من التسعة بقى 4 تربع، لأن 1 هيتضاف على ربع يبقى 5 تربع. بأكد عليها 100 مرة أهو، يبقى 5 ناقص 2 ب3 و8 ناقص 3 ب5. كده خلصت المسألة. وبكده نكون خلصت يا اولاد الافكار بتاعت الدرس. لو في اي حاجه اكتبوا لي في التعليق ان شاء الله. خلاص، واتمنى ان ربنا يوفقكم كده وتفهموا الدرس وتحلوا عليه تمارين كتير، وان شاء الله نكمل بقيه شرح المنهج باذن الله. تابعوني باستمرار، ويا رب يوفقكم دايما كده وتفهموا الدروس كويس. اهم حاجه يا اولاد تحلوا المسائل بايديكم مره واثنين وثلاثه. ضروري المسائل دي كلها تكتبها بايدك وتلخصها كده في ورق عشان تفهم، لان ده درس تقيل وعايز فهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.